اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. ان شاء الله تكون وصفاتنا حلوه النهارده وتعجبكم. هنبتدي اول وصفه بالخرشوف. الخرشوف طبعا الايام دي كتير والايام دي فرصه ان احنا نخزنه، فهنتكلم شويه عن الخرشوف وهنعمل وصفه حلوه قوي بالخرشوف والفراخ مختلفه شويه عن احنا متعودين عليه، بس هتعجبكم جدا. المقادير بتاعتي هستعمل 6 حبات خرشوف وسط كده اهو، المتوسطه بعد ما انا بقشرها وبقطعها مكعبات، صدرين فراخ مكعبات، نص كوبايه بسله يا ريت تكون مجمده قبل كده، بصلايه، 4 فصوص ثوم، نص معلقه بهارات مشكله، رشه جنزبيل، رشه كركم، كوبايتين شوربه، عصير نص ليمونه. هقول من تاني، 6 حبات خرشوف وسط مكعبات، صدرين فراخ لو مفيش شوربه ممكن تستعملي ميه سخنه مش مشكله، بس الشوربه هيبقى طعمها احلى. 6 حبات خرشوف مكعبات وصدرين فراخ مكعبات، نص كوبايه بسله، بصلايه، 4 فصوص ثوم، نص معلقه بهارات مشكله، رشه جنزبيل، رشه كركم، كوبايتين شوربه، عصير نص ليمونه. اول حاجه هعمل ايه؟ هسخن الطاسه قوي، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط فيها شويه زيت، وبعد كده هحط فيها اول حاجه الفراخ لوحدها. عايزه اشوح الفراخ الاول لوحدها، هحط الفراخ لغايه لما تاخد لون ذهبي حلو. هقطع في الوقت ده الخرشوف، هحاول اقطعه مكعبات تقريبا نفس حجم الفراخ، بس خدي بالك ان الفراخ بتكسر. اهو شايفين بتاخد لون بسرعه. الخرشوف انت ممكن تخزنيه الايام دي، انت ممكن تجيبيه وتقشريه وتخزنيه بقى ازاي؟ في عندك كذا اوبشن، كذا طريقه. اول حاجه انت ممكن تسقسيه في ميه مغليه فيها عصره ليمون ياخد غلوتين، ودي انا بحس انها افضل طريقه ان انا اخزن الخرشوف بيها، يعني اغلي الميه واعصر فيها ليمون واسقطه فيها غلوتين بس، وبعد كده احطه في الفريزر. وممكن تتحط في الفريزر على طول، بس ده بيسود يعني، علشان كده في ناس بتعمل ايه، في ناس بتقشره وتدعكه بليمون وبعد كده تحطه في الفريزر، بس انا شايفه ان لما نسقطه في الميه دي هيبقى احسن. في كمان طريقه لو احنا بنحمره، فاكرين الطريقه اللي احنا حمرناها قبل كده فيها؟ انت بتجيبيه وبتقشريه وبتحمريه وبعد كده تحط في اكياس في الفريزر. بصوا اخدت لون حلو قوي كده، هحط بعدها على طول بقى ايه، البصله. برضه انا عايزه البصله تطرى. كنا بنقول ايه، الخرشوف ممكن يتقلي في زيت عميق للناس اللي بتعمله بالطريقه دي، اللي هي بتقليه يعني بعد كده اهو، ادي اخر واحده، ويتحط بعد كده في الفريزر. ده ساعتها بقى مش هحط له لا ليمون ولا اي حاجه، لان هو كده كده لونه بيغمق من التحمير، فمش محتاجه الليمون. ادي برضه، شوفوا البصل. هعمل ايه بقى؟ الثوم. بسم الله. التحمير ده اصلا يعني تقريبا الفراخ استوت، لان صدور الفراخ ما بتاخدش وقت خالص، احنا لما بنحمرها بانيه ما بتاخدش حاجه بتستوي، فهي تقريبا استوت. والخرشوف ده لو فروزن برده مش هياخد معاكي وقت. هحط بقى البهارات ورشه الكركم، سوري الجنزبيل، وادي الكركم. الكركم من اكثر الحاجات اللي بتحارب سرطان القولون ومضاد اكسده فظيع. بعد كده اهو هعمل ايه، هحط الخرشوف. يعني بعد ما حطيت الخضار كلها، شوفوا ريحه البهارات، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده البسله.
البسلة زي ما قلنا لو مجمدة أحسن علشان ما تاخدش وقت معايا. هو أصلا الأكلة دي مش هتاخد وقت كتير في السوا علشان الفراخ ما خدتش وقت وحمرناها كويس فاستوت اوريدي. الخرشوف برضو لو هو فروزي مش هياخد وقت. والبسلة بعد كده هحط بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم الشوربة سواء كوباية ونص كوبايتين زي ما احس ان هي محتاجة، وهخليها تغلي فيها لغاية لما تستوي. بس هحط الاول الليمون، هظبط بقى عصير الليمون، وهحط ملح وفلفل. الأكلة دي أنا بقدمها مع رز بشعرية أو رز عادي يعني، وممكن أقدمها مع مكرونة. بس لو هقدمها مع مكرونة ممكن أحط شوية دقيق في الصوص، يعني أزود رشة دقيق علشان يبقى صوص تخين للمكرونة. كده أهو أنا بغطيها بقى وأسيبها تكمل سواها. على فكرة أنا ممكن أطلع فاصل، يعني أنت لسه هتكلمني تقولي حاسة بيك. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. ده شكل الخرشوف اللي عملناه بالفراخ، طعمه حلو جدا هيعجبكم، خصوصا بقى لو انت عايزه تعملي صوص تخين زودي معلقه دقيق. ممكن كمان لو انت عايزه تغيري الطعم فيه تحطي مثلا معلقه كاري كمان مع الكركم، هيديكي شكل وطعم فظيع. دي الطريقه اللي احنا عملناها النهارده، مختلفه عن الطريقه اللي احنا متعودين عليها للخرشوف. زي ما قلت لك انت بتقدميه مع رز ابيض او مكرونه او بطاطس محمره لو تحبي، بس طبعا عشان يبقى وجبه تشبع وجبه كامله الرز او المكرونه هيبقوا احسن معاه، او العيش طبعا علشان ايه الولاد تشبع. هنعمل دلوقتي وصفه حلوه شكلها حلو جدا طعمها حلو جدا، هي صيامي، تنفع نعملها كده وتنفع نعملها كده. اسمها فخده الهانم او دبابيس الفراخ الكدابه سواء دي او دي. هنعملها بطريقه ظريفه بتبقى حلوه في اعياد الميلاد وفي الحفلات، لان هي بتبقى مفاجاه للي بياكلها. هنقول المقادير بتاعتها. انا بس حتى بطاطس هحمرها هنا اهو قربت. هستعمل بطاطسايه مكعبات صغيره مسلوقه، شايفين مكعبات قد ايه صغيره، بسلقها بس تفضل محتفظه بقوامها ما تبقاش مهريه، تتسلق 3 4 سلق خلاص. هستعمل نص كوبايه صويا مع الصاج عشان انا عاملاها صيامي، لكن لو احنا عايزين نعملها عادي هحط لحمه مفرومه مع الصاج او فراخ مسلوقه متقطعه حتت صغيره. اوكي، يبقى الصويا المعصجه دي انا ممكن ابدلها بصدور فراخ او متقطعه مكعبات ومسلوقه او لحمه مفرومه معصجه. هستعمل فلفلتين الوان مفرومين خشن يعني مكعبات صغننه قوي، جزرايه مبشوره، بصلتين، 3 فصوص ثوم، 3 معالق بقدونس، معلقتين كزبره خضراء، بهارات مشكله حوالي معلقه، وملح. هستعمل بطاطس اصابع سميكه بالطول، يعني ايه؟ يعني هقطع البطاطس صوابع تخينه كده. لو ممكن نوريها بس في الكاميرا قبل ما نبتدي نشتغل اهي، شايفينها تبقى البطاطس صوابع تخينه خلاص، واسلقها نص سلق. التغطيه طبعا لو عادي بيض وبقسماط، لو في الصيام هستعمل زيت وبقسماط خلاص، هستعمل زيت وبقسماط مش هستعمل بيض وبقسماط. هنقول المقادير بتاعتنا من تاني. بطاطسايه مكعبات صغننه قوي، اقطع البطاطس مكعبات صغيره قوي واسلقها 3 4 سلق. هستعمل نص كوبايه صويا معصجه، ده لو هي هنعملها صيامي، لو احنا هنعملها عادي يبقى فراخ مسلوقه متقطعه مكعبات صغيره او هحط لها لحمه مفرومه معصجه. فلفلتين الوان مفرومين يبقوا مفرومين خشن او متقطعين مكعبات صغيره. انا بصوا بحاول كل حاجه تبقى ناعمه علشان هوريكم ازاي جوه العجينه ما تبانش او ما تطلعش، يبقى شكلها فعلا كانها دبابيس فراخ. جزرية مبشورة، بصلتين، 3 فصوص ثوم، 3 معالق بقدونس، معلقتين كزبرة خضراء، بهارات مشكلة حوالي معلقة، ملح وفلفل طبعا، وبطاطس أصابع سميكة هقطعها بالطول، التغطية بيض وبقسماط أو زيت وبقسماط. العجينة بقى بتاعتي عبارة عن إيه؟ كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة نشا، ربع كوباية زيت ذرة، ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكوباية مية تقريبا. الميه تقريبا، الميه هحط
لغايه لما احس ان الدقيق معايا اكتفى. يعني حتى ممكن يعني كوبايه ميه تبقى كتير. يبقى العجينه بتاعتي كوبايتين دقيق، معلقه كبيره نشا، ربع كوبايه زيت ذره، ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وميه للعجينه، كوبايه الميه تقريبا. اول حاجه هعمل ايه؟ قبل ما اعمل العجينه عايزه احط على النار، عايزه احط الوك بتاعي على النار، شويه زيت. خدي بالك بس ان الحشوه ما تبقاش سخنه لما تيجي تشتغلي بيها. احنا معانا حشوه من الاول اللي عاملينها بارده علشان لما اجي احشي فيها العجينه ما تتقطعش. هنعمل الحشوه ونسيبها تدور. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط البصله او البصلتين المفرومين، البصل يعني، وهحط معايا الجزر والفلفل الملون. بس انا الاول عايزه البصل يسخن معايا كويس قوي، وبعد كده ازود بقى. يعني ما بحبش احط الحاجه كلها على بعضها، بحب اول ايتم او اول مقدار يسخن قوي، بعد كده احط اللي بعديه ويتقلب شويه، وبعد كده اللي بعديه، والا كنت حطيتهم الاول كلهم مع بعض. الطعم بيفرق، بيفرق بسيط. كده اهو الانواع، نوعين الفلفل مع بعض برضو هيسخنوا. كده اهو، بعدين الجزر، لازم يبقى الخضار سخنت قوي قبل ما احط المكون اللي بعدها. يا مدام روحيه، ازيك يا مدام ايه؟ ازيك عامله ايه؟ دايما بنور على الشاشه كده يا مدام ايه. الله يخليكي، تسلمي لي يا رب. كل يوم والله. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا. تسلمي يا رب. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. ومفكرة قوي على الاكله الحلوه اللي بتعمليها دي، هتعجبك جدا ان شاء الله، وهتشوفي كمان شكلها في الاخر فظيع يجنن. ربنا يبارك فيك يا مدام. عايزه بقى من حضرتك بقى تقولي لي برضه عمل الكفته، الله ربنا يخليك، الصيام برضه. ماشي، عينيا الاثنين نعملها، مش مشكله. يا سلام، نعملها لك. عينيا الاثنين حبيبه قلبي. وطلبت نمره حضرتك من الكنترول ما رضيش يديها لي. لا هيدوها لك، انا هخليهم يدوها لك. عينيا ليك. انت تليفونك عندي، مش مره قبل كده سبتي تليفون وكلمتك؟ طب خلاص يا مدام ايه، كلميني لان انا عايزاكي ضروري. خلاص عينيا الاثنين هكلمك. عينيا ادي وصلت. هحط البطاطس واخليها دقيقتين تتقلب على ما انا احط العجينه، في العجانه. هاجي اول حاجه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط البيكنج باودر، النشا، والزيت، ربع كوبايه الزيت. هقلب الاول قبل ما احط الميه. هحط رشه الملح، رشه الملح عليهم. خدوا بالكم ان هو لسه ما تقلبش كله في بعضه، انا بحاول اغلف الدقيق بالزيت عشان تبقى. ليه بعمل كده دايما؟ العجينه بتبقى الاستيكيه اكتر لما بتغلفي الدقيق بالزيت في الاول قبل ما نضيف الميه علشان نعجن. كده هو ابتدي اجيب الميه واضيف شويه شويه. نص كوبايه الاول لغايه لما اشوف هتلم العجينه ازاي معايا. وهي بتتعجن بقى ارجع تاني للحشوه بتاعتي. بصوا ادي الخضار دي اتشوحت كويس قوي، ريحتها طلعت كويس قوي. دي اللي هي محتاجه تشويح جامد،
البطاطس، عشان كده قلت لكم البطاطس ما تتسلقش جامد، لانها لو اتسلقت جامد هتبقى هريسه. شايفين هي لسه محتفظه بقوامها ازاي مع التقليب ومع التحمير. يبقى البصل والفلفل الملون والجزر والبطاطس بتحمروا كويس قوي، لازم ريحتهم تبقى حلوه، التحمير واضح فيهم. اجي احط بقى الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، وادي البهارات، حط الصويا، وزي ما قلنا لو عايزه تعمليها من الصيام اعمليها بفراخ او بلحمه معصجه، حلو قوي للولاد يا جماعه، يعني سواء حتى بالصيام او من غير صيام فظيعه. كده اهو انا هبعدها عن النار خلاص، واحط عليها بقى البقدونس والكزبره. دي الحشوه بتاعتي اللي هستعملها في دبابيس الفراخ الكدابه او فخده الهانم زي ما بيسموها. انا عامله حشوه من قبل كده اللي هي بردت معايا علشان ما تبهدليش المنظر. ادي العجينه، بصوا ما شاء الله اهي، ده اللي بقوله بتبقى طريه والاستيكيه لما بنغلفها الاول بالزيت. هاجي هنا اهو، هفردها دايره كبيره شويه قد قرصه الشوريك كده، خلاص. العجينه ما سبتهاش ترتاح وتخمر، انا حاطه فيها بيكنج باودر لو خدتوا بالكم، فمش محتاجه ان هي تتساب تخمر. هجيب الصوابع البطاطس التخينة هتتحط كده اهو، اهي كده، يعني نصها لبره ونصها لجوه. لو هي لو تجيبها لنا من فوق يا عماد لو سمحت قبل ما احط الخضار. ايوه شايفين هيتحط كده الصوابع البطاطس، واجي احط الحشوه كده اهو، بس اجيبها النص ده. واروح جايبه دي هنا كده كده كده، واروح متكيه على العجينه بحيث تتشكل كانها دبوس فرخه. تتشكل كانها دبوس فرخه. هسيبها طبعا شويه في الثلاجه، هنعمل واحدة تانية برضه عشان اوريكم ازاي. ما بغلفهاش على طول بالبيض والبقسماط او الزيت والبقسماط، طبعا لو صيامي هحط لها في زيت وبعد كده بقسماط بحيث يلزق عليها، بس يستحسن بقى انك تعمليها مرتين، يعني زيت وبقسماط زيت وبقسماط. ليه؟ علشان الزيت ما بيمسكش زي البيض، فالدبل ديب بيخلي عليها يعني انك تحطيها مرتين تغمسيها مرتين في البقسماط يعمل لها طبقة كثيفة من الكوتنج او التغطية بتاعتها، فبيبقى طعمها حلو وشكلها حلو. ادي بعمل واحدة تانية زي ما قلنا، هجيب البطاطساية هحط نصها جوه ونصها و 40% و60% يعني، بحيث يبقى ايه طالع من الدبوس العظمة بتاعته. وبعد كده هجيب الخضار اعمله في النص اللي عند البطاطس، واجي المها. اول حاجه هاخد من قدام هنا من فوق اجيبها الناحيه دي، خلاص ادي اول حاجه، واروح لما الجنب ده ولما الجنب ده، واشيلها بقى ابتدي اقفلها اهي كده، وابتدي اقفلها. بعد كده اكون مجهزه زيت، انا عندي القلايه
القلايه يا ريت نطلع منها البطاطس دي. البطاطس الصوابع التخينه دي انا سلقاها نص سلق عشان تستوي معايا، انا مش هحمر العجينه دي كتير اهي. شايفين انا بس بتاكد انها اتعملت كويس، وبتاكد علشان ما تفتحش معايا اهي، عامله زي دبوس الفرح. هحطها في التلاجة شوية عشان تمسك نفسها، تشمع شوية، وبعد كده هغطيها بالبيض والبقسماط كده. شايفين؟ أو طبعا بالزيت والبقسماط عشان صيام أهي. بصوا شكلها إزاي، أنا هوريها لك على إيدي أهو، كأنه دبوس فرخة بجد. خلاص دي بطاطس، خلاص هحطها بقى في الزيت السخن، في الزيت السخن. بس خدي بالك، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الزيت ما يبقاش حرارته عاليه قوي عشان ما تفتحش معاكي. وحاجه تانية، بعد ما تحطيها في البقسماط يا ريت برده تحطيها في الثلاجه شويه علشان تضمني ان هي ما تفتحش معاكي. خلاص يبقى هنحطها في زيت يكون سخن، مش درجه حرارته عاليه يعني، بيتسخن من الاول، وهنسيبها ته على نار متوسطه. وبعدين لما بحمرها بطلعها وبزوقها، بحطها معاها خضار، معاها حاجه، بحيث يبان شكلها كانها فعلا دبيس فراخ. على ما نحمر دبيس الفراخ هروح له فاصل وارجع لكم، استنونا. رجعنا لكم من جديد. ادي دبيس الفراخ الكدابه، شايفين شكلها ازاي؟ وريها لنا بقى يا عماد شكلها ازاي؟ ايه رايك؟ يبقى فخدة الهانم او دبيس، هي هما التراكوة بيسموها فخدة الهانم. فبيبقى شكلها حلو، طعمها حلو، مختلفة، وهي بتبقى مفاجأة في الحفلات للولاد الصغيرة، بس حلو قوي. اهي دي بنعملها، قلنا بنحشيها خضار ولحمة او فراخ او صويا معصجة للي عايز. حلوة قوي وسهلة، وبعدين ممكن تتفرز يعني، ممكن اعملها بالبيض والبقسماط واحطها في الفريزر، انزلها على التحمير على طول. بس طبعا اي حاجه بحطها في الفريزر وانزلها تتحمر، يا اما احطها دقيقه في الميكرويف، يا اما استنى عليها ربع ساعه قبل ما احطها في الزيت. كبيبه، كفته، اي حاجه علشان تبقى مستويه من جوه، عشان ما تضطريش انك تعلي الزيت قوي قوي او توطيه تبخ ميتها. فالزيت لازم تبقى الحراره وسط، عشان كده انا بحب يا اما احطها دقيقه في الميكرويف، يا اما استنى ربع ساعه عليها قبل ما احمرها دي او اي حاجه تانية. هنعمل دلوقتي وصفه حلوه اتطلبت كتير جدا، عملناها مره قبل كده بس هعملها تاني، انها فعلا بتتطلب كتير. هي وصفه من وصفات قديمه جدا، اللي هي الباستا فلورا. دي الوصفه والطريقه بتاعت جدتي الله يرحمها، حلوه قوي. هستعمل فيها مربى فراوله، انا النهارده هستعمل بيتراك. ايه اللي خلاني افكر في الباستا فلورا؟ ان انا دايما كانت عندي مشكله في المربى، لما باجي اعمل باستا فلورا ان انا بضرب المربى في الخلاط عشان اهرس كل الحبيبات اللي فيها او الفاكهه اللي فيها. فعلشان كده لما بيتراك لقيتها كده مهروسه وكريمي معايا، ده اللي عجبني فيها، فكرتني بالطعم بتاع زمان، لان جدتي الله يرحمها كانت دايما بتهرس المربى قبل ما تحطها على الباستا فلورا علشان تبقى طعمها كلها زي بعضها، ما يبقاش فيها حتت تطلع في بق الواحد. فالكريمي دي هي اللي خلتني افكر، عارف، رجعت لي كده ذكريات زمان، الخير بتاع زمان. مقادير الباستا فلورا بتاعتي: 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، 3 بيضات، 3 معالق كبيره سمنه، باكو بيكنج باودر يعني معلقه كبيره بيكنج باودر، او هستعمل باكو بيكنج باودر. هستعمل بقى مربى، انا هستعمل مربى الفراوله فيتراك. ممكن تستعملي صوص تفاح، ممكن تستعملي العجوه، بس هي احلى استعمال ليها المربى بتاع الفراوله بالذات، او المشمش يعني، المشمش والفراوله احسن اختيارين في الباستا فلورا. هقول من تاني: 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، 3 بيضات، 3 معالق كبيره سمنه، باكو بيكنج باودر يعني معلقه كبيره، وهستعمل مربى فيتراك، مربى فراوله اللي هي الكريمي بالذات، لان هي بتبقى فظيعه فيها. اول حاجه هعمل ايه؟ هحط السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، هضربه مع البيض،
هبتدي اضربهم مع بعض، وبعد كده اهو اكون مجهزه السمنه. السمنه معاهم، طبعا هحط الفانيليا عشان البيض، الخليط يبقى كريمي شويه. انت ممكن حتى ممكن ما نعملوش بالخلاط، احنا ممكن نعمله بالمضرب لان هو هيبقى شبه سائل، لان خدوا بالكم ان انا دي مش هحط لها ميه، فهتلاقوه بصوا شبه سائل، فسهل جدا ان انا اعمله بالمضرب السلك، يعني مش محتاج معايا عجانه. وبعد كده اهو هجيب البيكنج باودر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط الدقيق شويه شويه لغايه لما احس انها عايزه تتعجن معايا، ممكن ارجعها العجانه تاني. اهو شوفوا العجينه ناعمه، هي طبعا ممكن بالسباتشولا كمان تتعمل. العجينه ناعمه المها، وبعد كده ارجعها العجانه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. وبعدين هزود الدقيق. العجينه بتاعتها ما بتبقاش قاسيه، بتبقى طريه. انا هستعمل لها قالب تورت اللي القاعده بتاعته بتتحرك، بحيث ارفعها بعد كده. هدهنه زيت، بدهنه زيت كويس، بدهنه زيت. ايوه القالب قعدته بتتحرك، ده هيبقى افضل كتير عشان اطلعها بعد كده. طبعا ما عنديش مش مشكله، ممكن اعملها في صينيه، يعني دي مش مشكله، بس انا بتكلم على حاجه جماليه زياده. يعني ادي العجينه تتلم بالراحه اهي. وبعدين هاخد منها تلات ارباعها او اكتر شويه علشان افردهم في قعر القالب بتاعي، والباقي بخليه للوش. هعمل ايه في الوش؟ يا اما بقطعها شرايط، يا اما بزود لها شويه دقيق بحيث تتقل شويه، وابشرها بالمبشره على وش المربى. يعني دي او دي اللي انت عايزاه هينفع. احنا دلوقتي اللي بالنشابه، بسم الله الرحمن الرحيم، بفردها بالراحه. العجينه طريه جدا، ودي من الاكلات اللي بتهيألي كبير وصغير بيحبها. يعني لو ما جاتش معاكي مدوره تماما مش مشكله، ما تقلقيش، واحنا بنحطها في القالب بس، هي ما يبقاش فيها ايه فتحات بس كده. بعد كده اهو هجيب القالب، دي بس بقى ان انا اعمل على السيليكون.
ان انا بقدر اتحكم في الحاجه. الزياده دي هجيبها الناحيه دي. زي ما قلنا العجينه طريه معاكي فمش محتاجه خالص. انا على ما اظبط العجينه في القالب ممكن اطلع لفاصل ونجهز فيه المربى. هطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنكمل دلوقتي الباستا فلورا بتاعتنا. احنا حطينا العجينه في القالب كده اهو، وبعد كده المربى. انا بقول لكم انا بحب الكريمي عشان كده. وبعد كده هاخدها بقى هحطها في القالب بتاعي. هحط البرطمان كله، بيبقى اسهل معاكي كتير في الفرد. انا بقول لك زمان كنت بقى ايه، باخدها ضربه في الخلاط علشان تفرد معايا بسهوله، بس بصوا اهي ناعمه فبتفرد معايا بسهوله. عشان كده لو انت عامله مربى مثلا او المربى اللي معاكي فيها قطع فاكهه، ضربتين بقى في الخلاط عشان تبقى كريمي كده وتفرد معاكي بسهوله كده. متوزعيها طبعا زي ما قلت لك، الفراوله يليها المشمش، هما احلى حاجتين، احلى مربتين يعني، احلى طعمين بيبقوا حلوين في الباستا فلورا دي بالذات. بس طبعا اي نوع مربى ينفع، يعني التين تنفع، البرتقال تنفع، بس انا بقول يعني دي المتعارف عليها، دي اللي جدودنا كانوا دايما بيعملوها. هي اسمها يعني جدتي كانت بتسميها مبروشه عشان بيبشروا فوقيها العجينه. انا هعملها ادي، بفرد العجينه واعملها شرايط، وبعد كده الشرايط دي باخدها بتتلزق على الحراف كروسات كده من الشرايط كده اهو. كده والزيادة هتقطعيها طبعا. الكروسات دي هتبقى بالطول وبالعرض. اهي هي دي اللي بالطول، وبعدين باجي بشبكها كده كويس في، واعمل قلب العرض. احنا معانا وقت قد ايه يا عماد عشان عايزه اعيد الوصفات لو سمحت؟ اهو زي ما قلت لك، انت ممكن تزودي شويه دقيق على العجينه، العجينه طريه فمش هينفع تتبشر معاكي، ممكن تزودي عليها شويه دقيق تنشف، وبالمبشره مبشره البصل عادي تبشري فوق اهو. اخر واحده بندخلها فرن 180 أهو. العجينه فيها بيض وسمنه كتير فمش محتاج انك تدهني وشها، يعني وشها مش محتاج يدهن، بس انا بسويها عشان يبقى شكلها حلو، بحيث لما تطلع من الفرن يبقى بشكلها بالشكل ده، تبقى بالشكل ده اهي اهي. الباستا فلورا بمربى بيتراك، انا عامله النهارده مربى الفراوله الكريمي، جربوها تحفه، هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. وانا عارفه ان اغلبيه
المصريين بيحبوها. شايفين دي ميزه بقى المربى لما تبقى ايه كلها ممتزجه مع بعضها ما فيهاش حته، لان هتلاقي حته طالعه وحته نازله وفي البق حتى الواحد وهو بياكل الولاد بيلاقوها في بقهم فبيقعدوا يطلعوها بتبقى مشكله. عشان كده انا بحب الكريمي. لو انت المربى عندك عاديه زي ما قلنا اطحنيها ضربه كده في الخلاط، علشان ممكن تجيبها لنا من فوق يا عماد. اه بليز، علشان ايه انا حاطه دي جنب دي اهي، النيه جنب المستويه، اتغزل بقى فيها. مقادير الباستا دي النيه اهي، دي اما تخش الفرن المقادير بتاعتها ايه؟ كوبايه، 3 كوبايات دقيق، ودي المستويه، 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، 3 بيضات، 3 معالق كبيره سمنه، باكو بيكنج باودر او معلقه كبيره بيكنج باودر. هستعمل مربى او صوص تفاح او عجوه، بس انا استعملت مربى فيتراك فراوله. ممكن تستعملي مشمش، ممكن تستعملي اي نوع مربى، بس انا يعني ريكومندد او بوصي بالفراوله او المشوش الكريمي في الوصفه دي بالذات. عملنا خرشوف بالفراخ، 6 حبات خرشوف وسط، هقطعها مكعبات، صدرين فراخ بيتقطعين مكعبات، نص كوباية بسلة، بصلاية، 4 فصوص ثوم، نص معلقة بهارات مشكلة، رشة جنزبيل، رشة كركم، كوبايتين شوربة، عصير نص ليمونة. الجنزبيل مع الكركم في الوصفة دي بيدوا طعم حلو جدا، ممكن تزودي معلقة دقيق، ممكن تزودي معلقة كاري، الاختيارين دول بيبقوا برضو حلوين جدا فيها. معلقة الدقيق بتدي الصوص سمك، والكاري بيدي فليفر. عملنا آخر حاجة بقى دبابيس الفراخ الكدابة أو فخدة الهانم. عبارة عن إيه؟ الحشوة بتاعتي عبارة عن بطاطساية مكعبات صغيرة قوي مسلوقة 3/4 سلة، نص كوباية صويا معصجة أو لحمة مفرومة معصجة، أو فراخ مسلوقة متقطعة مكعبات، فلفلتين الوان مفرومين ناعم، مفرومين خشن سوري، جزره مبشوره، بصلتين، 3 فصوص ثوم، 3 معالق بقدونس، معلقتين كزبره خضراء، بهارات مشكله معلقه، ملح وفلفل، بطاطس صوابع سميكه بالطول. البطاطس تخني دي انا بقيتهم حمرتهم اهم، دي البطاطسايه اللي احنا عملناها العصايه بتاعه الدبوس، العظمه بتاعه الدبوس اهو، شايفين بتبقى تخينه كده. بنسلقها نص سلق علشان تستوي في الزيت. العجينه بتاعتي كوبايتين دقيق، معلقه كبيره نشا، ربع كوبايه زيت ذره، ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وميه للعجن حوالي كوبايه ميه او اقل. بعجنها وبفردها وبحشيها، وبعد كده بغلفها ببيض وبقسماط او زيت وبقسماط، وبحمرها وبالهنا والشفا. يا رب تكون وصفات النهارده عجبتكم، ولينا حلقه بكره جديده ان شاء الله. اشوفكم على خير.